بس بعد اذنك اتفضل. وفي بس لا قولي، ما انا بصي الموضوع هنا متغير مش سؤال مختلف. وحوار، انا عايزكم اوكي، تفتحوا دردشه هو في مفتوحه. متغير مضاف لعامل القريه والمدينه بالتاكيد، هو في فروق مهمه في الموضوع، لكن مش بس لان الاهل بيقولوا لا يراجعوا الولد ويراجعوا البنت وفي لا، لانه العنصر هنا علم الاجتماع بقى بيتدخل وبيتوغل يعني في الفروق الحقيقيه بين المدينه والقريه. ان هناك معرفه مسبقه بين كل من طرف للآخر، البنت عارفة أول هذا الشاب وآخره، وعشان كده شرط القبول متوفر فيه الحد الأدنى. دكتورة هنا بتتكلم من بما القبول. إن مجتمع القرية مجتمع صغير وتقريبا كل العائلات عارفة بعضها، والعيلة عارفة بعض، وتاريخ الولد ده طول ما هو بيكبر وسنهم قريب من بعض، عارفة الولد ده تقدر تتقبله كزوج ولا لا 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 لا، ما يلزمنيش من أساسه. وعشان كده الخلافات بتبقى هامشية، مش ان الاهل بيضغطوا ويقولوا لا. صح، دي نقطة مهمة. لكن في المدينة الاختيار بيبقى عشوائي وما فيش حد عارف التاني، هو بيختار لأي أغراض تانية يعني طارئة، فجأة اتزنق في كذا، وقع في قصة حب فشلت، فعلى طول أول واحدة تانية، طب ايه هاخد يعني، بيبقى يعني هنا رهان مع مش معروف، زي انا اسف انا اسف، زي البطيخة بالبطيخة، زي البطيخة، وفي الاخر بيبوء بالفشل. غالبا لا مش غالبا شرط. غالبا لكن ده من اهم اسباب انه ما حدش عارف اعماق التاني ولا تربيته. طب هنا ولا هنا ايوه ولا. هنا النقطه، بخلاف فكره انه القريه مجتمع مغلق شويه والناس عارفه اصلها وفصلها طبعاً والاهالي عارفين بعضهم، فكره التربيه كمان، التربيه في المدن مختلفه شويه عن التربيه في الريف. يعني يمكن التربيه في الريف، انا بسال حضرتك تقولي لي صح ولا غلط الكلام اللي انا بقوله، التربيه في الريف يمكن لسه شويه محتفظه بقيمها. يعني الست الام في الريف بتعرف بنتها وهي صغيره واجبات الزوجه، حقوق الزوج عليها، المفروض هي تعمل ايه، تطيع زوجها بشكل العمل الفلاني. لا لم يعد الان، لا وانا بس بتهيألي لم نزل موجودين في القريه، واخواتي عايشين في القريه حتى مش اكتر شويه من المدينه. المدينه الام ما بتقعدش مع بنتها خالص يا دكتوره في لا. المدينه هنا ما بيتقابلوش. الطبقه المتوسطه، احنا معيارنا هنا الطبقه المتوسطه طبعا. اللي ما زالوا مصرين على التعليم، وبرضه العيال بتاخد دروس خصوصيه زي مزبوط. هنا والتعليم بقى لود عالي على الأسر وعلى، فما فيش مساحة إنه أو رفاهية إن الأم بقى عندها وقت من خدمة الزوج والأولاد وتظبط درس الولد ودرس البنت والبتاع والكلام ده كله وخدمة عيلة. بس كانت بتوقف بنتها معاها في المطبخ شوية قدام الفرن شوية في حاجة ولا لا؟ مطلت لم حاجات يعد. دي مطلت لم يعد، لأن الولاد من حقهم يوم الجمعة أنهم ياخدوا ريلاكس شوية، من حقهم يستريحوا، لأنه ممكن من 6 الصبح بيبقى عندها درس قبل ما تروح المدرسة. صح صح، ودروس بعد المدرسة. كلمة ريلاكس دي ما تمشيش مع الصعيد وال والريف شوية. ده بتاعنا احنا وهكذا. فده لا، وما عادش كمان، وهناك برضو ده مش عامل دلوقتي، وبقى هناك المسائل كلها، الريف لم يعد هو الريف، والنت دخل والمش عارف والنت ايه وكل حاجة، وده من زمان من اول الفيديو ما ظهر والكاسيت والكلام ده كله. طيب استاذة مروة، القصة هنا في انه ازدياد حالات الطلاق في الصورة المرعبة اللي احنا فيها دي، سببها انه الاتنين اللي بيبقوا على الزواج، وزي ما قال لنا الاستاذ اسلام انه غالبا بيبقى في السن المبكر، يعني الناس اتجوزت 20 22 23 سنه على طول اتطلقوا. هل ده بسبب انه ما بيبقوش فاهمين يعني ايه زواج؟ ايوه، ولا مش مؤهلين له، ولا غير ناضجين كفايه؟ يعني قولي لي نفسيا الموضوع فعلا. عامل ده الجانب اللي انا عايز اتكلم عنه، ان احنا مش هناخد نقطه الزواج نفسه، لا هنرجع خطوه لورا اللي هي تاهيل الشاب والشابه ان هم يعرفوا يعني ايه جواز. هم هنا بقى اول ما بيتعرفوا على بعض في بينهم مشاعر حب، الدوبامين مرتفع، والحمد لله الحياه حلوه، خلاص احنا ننفع نتجوز. لا فكريا فهموا بعض، مفيش اهداف مشتركه ما بينهم، مفيش فهم احنا عايزين نتجوز ليه. يعني الهدف الرئيسي للجواز ان احنا نجيب اطفال ونعمل اسره، علشان خاطر بابا عايز يشوف اولادي، وعشان خاطر مامتك عايزه تجوزك، لان البنت في الاخر نهايتها انها تتجوز. صح، فهم بيبقوا داخلين بالفكر ده هما الاثنين، لكن محدش فيهم قدر ان هو يوصل لهم لا الجواز مش كده، مش حكايه بيت هنفتحه وهندخل نتعلم الاكل وانت تتعلمي ان انت تتعلمي ازاي تطيعي زوجك وتحافظي على البيت والاسره وتخلفي وخلاص. اول بقى ما بياخدوا الخطوه دي وبيدخلوا على الجواز، لا خلاص بيلاقوا كل حاجه مختلفه عن بعض، شخصياتهم مختلفه، طبعهم مختلف، كل واحد احادي في تفكيره. الجواز عباره، بس ده يا استاذه مروه ما ده الطبيعي في الجواز، يعني ما كلنا اتجوزنا كده، انه انا ومراتي قبل الجواز شخصيتين مختلفتين، كل واحد له طريقته، كل واحد له اساليب، وكل واحد له طريقه في النوم في الاكل في الشرب في الصحيان. صحيح، بس لما بنتجوز بيبقى عندنا القابليه ان احنا
للتنازلات للتغيير. مش تنازلات عشان كلمه تنازلات بتدعي الناس، بس في النهايه فكره الـ 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 التوافق على الحد الادنى من اللي يرضيني ويرضيها عشان الدنيا تمشي. هو كلامك صح، بس المشكله ان كل زمن بيختلف عن التاني. كل متطلبات لكل واحد منهم اختلفت، بالذات انت بقيت دلوقتي لو هنتكلم عن المدينه الاول، انت عايش دلوقتي في فئه من المتعلمين البنت فيهم بقت مستقله. بقى ليها حياتها الشخصيه. صح. سواء مهنيا وسواء ماديا، فهي خارجه من بيت باباها، هي اساسا حاسه انها خلاص بقت مستقله. فبالتالي لما هتروح للزوج لو عاملها بنفس المعامله اللي هي جايبها من الموروث الثقافي بتاعه، اكيد مش هيقدر ان هو مش عارف يتعامل معاها. اكيد هيعاملها ان هي لازم تسمع كلامه، ممكن يطالبها بانها تسيب الشغل، واول ما هيدخل لها في الخانه دي هيحصل الخلاف. فمش هيتفهم ان هو واخد واحده مختلفه عن مامته او مختلفه عن جدته او مختلفه عن الموروث اللي هو طلع بيه. صحيح.